هنتكلم عن التجربة الحالية دي مع حضرتك ونادي سموحة، بس عايزين بقى نبدأ كده تقييم، ونستغل طبعا وجود حضرتك معنا في الأول. تقييمك، احنا طبعا يعني يحق لنا ان احنا نحتفل بالدوري وبالإنجاز اللي احنا عاملينه أكيد في ظل ظروف صعبة عدت علينا كلنا، فلازم حضرتك تعلق لنا على الدوري ده، وازاي شفت الأهلي عانى ازاي لحد ما توج باللقب ال 42 والمشوار ده؟ أنا بختلف مع حضرتك تماما يعني. ليه؟ لأن الدوري في النادي الأهلي ده حاجة عادية جدا. طبيعية. الدوري ده عادي يعني، بناخد الدوري 42 مرة والفرق كلها واخداه 15 مرة ولا 16 مرة. فالدوري عندنا احنا بقينا فترة بنبص إن احنا ننافس في كأس العالم للأندية. حضرتك برونزية كأس العالم. طبعا. يعني خدنا برونزية كأس العالم وكنا فرقة كبيرة، يعني اسمها بقى موجود في كل المحافل الدولية في كل مكان في العالم، النادي الأهلي. لكن الدوري مع احترامي لحضرتك يعني الدوري محسوم أكيد، بس احنا بناخده عادي، واحنا كابتن سايبين إيدينا يعني. كابتن ناجي، أنت النهاردة كان عليك لغط وشوشرة في يعني في كل حتة، حتى حضرتك على يمكن صفحتك الشخصية بتطلع تتكلم وبتطلع توضح أمور، فأكيد عارف أن النهاردة أنت بتعاني من ظروف خاصة جدا ولغط مختلف ولغط من نوع مختلف. يعني حتى اللقطة بتاعت وليد سليمان لما راح زار لعبد الشافي، الناس ترجمتها بطريقة، وحضرتك حتى كتبت ليك بوست يعني كتبته وترجمته بطريقة تانية خالص. فاللغط النهاردة اللي بيحصل على النادي الأهلي لا مختلف، في حاجة جديدة. هو المسألة بقى صراع مش رياضي من الدرجة الأولى. لا. السوشيال ميديا بقت مؤثرة جدا، وبقى عندنا احنا 120 مليون، في 100 مليون واحد ليه رأي، 100 مليون رأي، ولكن النادي الأهلي عمره ما تأثر بالمسألة دي. النادي الأهلي ليه يعني طريقة في الشغل، وطبعا احنا عشنا، هاني عاش في النادي وأنا عشت في النادي، كلنا كان نجوم النادي الأهلي. النادي الأهلي ليه طريقة بيشتغل بيها، الطريقة دي هي اللي منجحاه وعمره ما هيحيد عنها. لكن الشوشرة اللي حاصلة والكمية المناوشات والحاجات اللي بتحصل، النادي الأهلي بعيد تماما عن المسألة دي، وعشان كده هو مركز، وعشان كده هو بياخد البطولات.